yachokuyimiziza obuyimwanisi nayinu nahamakirwanina siwanisa hanoolumushimaanoka kabla yerezisita yahaukutumanahandali naonosaatulhaji hainotukokitamka hanawa mazima wahaubihi ili achitamke ilianuwahakikishe se jamaa au se grupu saikao wetukaanza zivihi wakiusahirifu badilaukaya mnaje yemwezi nane au yemwezi fukare akamucho na wakati baadhi ya wangu twakucha na awezi grupu za stimu wanfuka wawanuwenchakuu ikaucha mwezi sita au mwezi fukare kumkinishamjoki waruwainirasi kadhawaliuule grupu ya saa atamfukizi wanufukare apakakajenishozeneza hatu liparani mkaya na shukuye mwezimu subhanahu wa taala hautekeleza sunaino amnyezimanenisha neema zici halinika neema zici nimamuchakiava mlachindo yaoni mafuta mitayachi zikususa hayo ibada yazitendwa tutamande swala kangosofadya autokitashahudi uchanaakana yaheji ibada yazitendwa imanamonukala haina mlika mwaziwio habari kisaa televisheniyoka wendo msafarabayaheji nindekaribu na haina mrozi mbyekao ngonokamutoshinda yamsaidie yamone sendamna heheji ngyamuhimu amanewekao uchitahidi ichina milioni za mapesa wene msafara hamana unu ulezie familia heji tovigawe chuwe echo ikamilisha sekuruza hatu kisitendwa ekamkanisa joto wafu yosafanawaru wakamkanisaji yemina ukandaba yarafa ukandaba anizopia ngulaminu zero kisitendwa shasina ukanda ujiganzi namna inu akamto safiri hawa nekusafaraunu wanoneza mandalewenenda wasakanda wana aimu na maarifa yende joka masna wanawaru mwezimu subhanahu wa taala yandike tawfiki riqihi hawiji yezida nike nina na khilas na kupa naubihi ili shirikiani na walikao wajoi na hawa umsafara wa hijo ساقها الله اليكم فاذكروها عباده وتقربا
إن أصل هذه العبادة ذكر غلام حليم الذي هو إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام نبي أمر بذبح ابنه نبي وهبه الله بمدحه شيخوخة وعجوز يابسة إلى أبناء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لنا بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا والشكر شكرا والشكر لله شكرا شكرا. الحمد لله على ما أعطى والحمد لله على ما أسطر والسلام على معلم الناس الخير. وهذه البشير خير من بعث بالرسالة الخالدة فأخرج الإنسان من الظلمات إلى النور محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أوصيكم عباد الله من يعرف التقوى قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمتهم. عباد الله صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليه. قالوا يا رسول الله كيف تمرض عليك صلاتنا وقد أرمت أي بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. اللهم صل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وصل على صحبه الأبرار خصوصا منهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن نورين وعلى أسد الله الغالب وعلى المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين اللهم وحد صفوفهم اللهم خذ بأيديهم لما تحبه وترضى. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لكل خير واصرف عنهم كل سوء واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهد شباب المسلمين اللهم أصلح بالهم اللهم كفر عنهم سيئاتهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور واهدهم سبل السلام. اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك. اللهم انصر المسلمين المجاهدين والطاعات الى سبيلك في كل مكان. اللهم انصر كل من نصر هذا الدين واعل كلمته ووحد صفوف المجاهدين واجمعهم شملهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات. اللهم ان الفضل من عبد الله جمال الليل إنه في ذمتك وحقك ولنفسه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت بعد الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأسلم نزله واسلم مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر وأسكنه في قبره ونقله فيه. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم عامله بفضلك ولا تعامله بعدلك. اللهم إنه في ذمتك وحق جواله فقه من فتنة القبر وعذاب النار. الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الجليل يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Allahu Akbar.